خليني اخد معايا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ. ازيك يا استاذ جميل؟ عامل ايه؟ المشاهدين ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، تمام بخير. كيف ترى، مش هقول لك بقى ال 24 ساعة اللي احنا فيها، لا، خلال ال 48 ساعة الماضية منذ صبيحة الأمس وحتى الآن، أخيرا وصولا إلى تصريحين أراهم مهمين جدا، توافق كافة الأطراف على العودة لمسار التفاوض، والتصريح الآخر اللي صدر عن مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية، وهو المتعلق بأنه مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. هو طبعا احنا لو بصينا لل 48 ساعة اللي فاتت، هم 48 ساعة فعلا خطيرة، ومصر قدرت ان هي خلال ال 48 ساعة اللي فاتت انها تلعب دور مهم جدا 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 للعودة مرة اخرى للجلوس على مائدة المفاوضات والتفاوض مرة اخرى والوصول الى هدنة. احنا شفنا امبارح التصعيد، بداية التصعيد الاسرائيلي، رغم طبعا موافقة حماس على الوقف أو الوصول لوقف العمليات العسكرية أو الهدنة المصرية، لكن على الجانب الآخر طبعا إسرائيل رفضت. إسرائيل امبارح حصل اجتماع لمجلس الحرب بالإجماع وافق على استكمال العمليات العسكرية. شفنا أيضا توغل عسكري إسرائيلي، شفنا قصف للعديد من المناطق. طبعا مصر قدرت خلال ال 48 ساعة الماضية انها تقدر ان هي تعيد مرة اخرى كل الاطراف للجلوس على مائدة المفاوضات مرة اخرى، الوصول الى هدنة او الوصول الى وقف لاطلاق النار. واعتقد ان مصر، انا شايف ان مصر اهم دور على مستوى العالم مصر بتأديه خلال الفترة الماضية من 100% 100%. يعني دي حاجة، مصر تأخرت كل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية برضو على كل المستويات للوصول إلى هدنة، للوصول إلى رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة، العمل على الوقف العمليات العسكرية، للوصول بقى في النهاية إلى حل القضية الفلسطينية، وده اللي بنأكد عليه الدولة المصرية وبيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. طبعا مصر بتؤكد انها التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة اللي هتحصل، فمصر مستعدة سياسيا، مستعدة دبلوماسيا، انها لغاية اخر نفس هي مصر مستعدة للعمل على مع كل الاطراف للوصول الى وقف العمليات العسكرية والوصول الى هدنة العمل على طبعا اطلاق سراح الرهائن واطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. طب استاذ جميل، في رايك بنيامين نتنياهو عايز ايه؟ يعني العمليات العسكريه اللي بتحصل في رفح حتى وان كانت محدوده، في النهايه هو عاوز من وراها ايه؟ لانه هو قال احنا لن نوقف العمليات العسكريه ولكن سوف نرسل وفد التفاوض الى القاهره قريبا. هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا ما يحدث في قطاع غزه في الوقت الحالي هو محاوله للضغط على الحماس للرضوخ للشروط الاسرائيليه اللي عايزه تحطها. اسرائيل عايزه تحط شروط وهي تنفذها، فطبعا العمليه العسكريه دي طبعا في رفح، هو بيقول للعالم انا موجود وانا اقدر انفذ عمليه عسكريه رغم الضغوط العالميه، رغم المعارضه من اغلب دول العالم للعمليه العسكريه. لكن احنا لو بصينا نتنياهو عايز ايه من العمليه العسكريه من البدايه، هنلاقي ان نتنياهو انا شايف كان ليه هدفين، الهدف الاول هو طبعا القضاء على المقاومه، والهدف الثاني اللي هو تحرير الاسرى. ولكن هو واخد ده ذريعه الايه؟ ذريعه ان هو يقضي، او كان متخيل ان هو يقضي على القضيه الفلسطينيه، يدمر قطاع غزه بالكامل زي ما قدر ان هو ينفذه. سعى في البدايه او تخيل ان هو هيقضي على القضيه الفلسطينيه من خلال تهجير اهالي القطاع الى سيناء وانه ينفذ الخطه اللي هو، لكن طبعا مصر كان ليها قرار واضح وصريح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان ده خط احمر، عمليه تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الدوله المصريه ده خط احمر، او على حساب اي دوله اخرى، مصر مش هتسمح بكده.
طيب. لكن هو فكره لغاية دلوقتي برضو أنه ينفذ تدمير قطاع غزة بالكامل، لأنه مش قادر يوصل للمقاومة أو يقضي على المقاومة، ومش قادر على الجانب الآخر أنه هو يحرر الأسرى. رغم الضغوط الداخلية هو بيسعى دلوقتي في الوقت الحالي أنه يضغط بأقصى قوة عشان حماس تنفذ مطالبه، عشان يحقق، هو متخيل أنه هو هيقدر يحقق نصر زائف أمام شعبه، أمام أهالي الأسرى، أن أنا قدرت أنفذ وعودي وأن أنا أطلق سراح الأسرى. ولكن صح. في النهاية ما ينفذه نتنياهو في الوقت الحالي طبعا هو ضغط، محاولة للضغط على الجانب الفلسطيني. أتفق جدا. ده هيخليني أسأل سؤال آخر. يعني أتفق جدا أنه عاوز يرجع للداخل الإسرائيلي يقول لهم أنا حققت نصر، ما إما بتحرير مجموعة من السجناء أو الرهائن أو الأسرى بعملية من العمليات الخاصة، عملية كوماندوز، مش في إطار التبادل، لأنه التبادل بالنسبة له سياسيا خسارة، لكن لازم يحرر عن طريق عملية عسكرية، أو إن هو يقضي على قيادات الحركة، القيادات العسكرية للحركة على الأرض في القطاع، وهذا أيضا أصبح أمرا مستبعدا. يعني السؤال اللي أنا بفكر فيه بصوت عالي مع حضرتك أستاذ جميل، بعد 7 شهور أصبح الوضع يقينيا لا هيعرف يحرر الأسرى بعملية عسكرية، ولا هيعرف يقضي على كل القيادات العسكرية أو القيادات المسلحة أو قيادات التنظيم المسلح لحماس على الأرض. فأصبح معروف لدى المعارضة الإسرائيلية كده، معروف لدى الرأي العام الإسرائيلي كده، معروف لدى أسر الرهائن والأسرى كده. ما الذي يريد نتنياهو؟ ولماذا لا يضغط هذا الداخل زائد المعارضة على نتنياهو أنه عليه أن يتراجع حتى ولو بصفقة خروج آمن؟ يعني الراجل خايف. هو أنا عايز أقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك في الأول، إن نتنياهو بيتخذ كل الأسباب اللي هو دخل عليها الحرب دي ذريعة، كان متخيل إنه هيقضي على القضية الفلسطينية وإنه هيدمر قطاع غزة بالكامل. لكن طبعا الضغوط الداخلية اللي هي خاصة خلال الفترة الأخيرة، وإحنا شفنا امبارح المظاهرات اللي نزلت في إسرائيل من اهالي الاسرى والمحتجزين، ان هم بيضغطوا بيحاولوا يضغطوا على نتنياهو انه يقبل بالهدنه ويقبل ان هو يخرج من هذه العمليه ايا كان. هو مش هيقدر عن طريق اي عمليه عسكريه او نوعيه، ولو كان هيقدر كان قدر من خلال ال7 شهور دول انه ينقذ رهينه واحده، لكن هو مش قادر، ما عندوش المقدره، لا المقدره العسكريه ولا المقدره المخابراتيه ولا حتى على الارض. هو عنده اجهزه الاستخبارات بتاعته فشلت تماما صح. في تنفيذ هذه العمليه. لهذا السبب هو في الوقت الحالي لازم يكون في ضغط، لازم يكون في ضغط مش من الداخل، الضغط لازم يجي من الولايات المتحده الامريكيه اللي هي الداعم الاساسي لاسرائيل ولنتنياهو. يعني الولايات المتحده الامريكيه لو ضغطت وضغطت بقوه، اعتقد ان نتنياهو في الوقت الحالي هيقبل ان هو يخرج من هذه الازمه بشكل واضح وبشكل صريح، ان هو يوقف العمليات العسكريه ويقبل بالتفاوض ويقبل بالشروط الموضوعه. اتمنى باذن الله. لكن ايوه، لكن انا شايف ان الولايات المتحده الامريكيه ما بتضغطش عليه بالقوه الممكنه اللي تقدر ان هو تخليه يقف. حتى لو شفنا تصريحات الوزير الخارجية الأمريكي بيقول إن إحنا رافضين إن هو يخش رفح أو ينفذ عمليات عسكرية في رفح إلا لو قدر إن هو يحافظ على أرواح المدنيين. يعني حتى الكلام نفسه ما فيهوش قوة، ما فيهوش حد، ما فيهوش حتى إن خالي من المنطق يعني تماما. ده كلام خالي من المنطق حتى. أشكرك جدا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام.